يوم عاصف أدى إلى حدوث اصطدام مع شاحنة في مفترق طرق، مما أدى إلى دخول بطلنا ميناتو في غيبوبة لمدة نصف سنة. وبعد مرور 203 أيام يستيقظ لأول مرة وكأنه ولد من جديد. أدى حادث الاصطدام إلى فقد ذاكرته، وتحديدا السنوات المتوسطة كلها. نسي تماما أنه كان يلعب رياضة كرة الماء، بل وأنه فاز في البطولة الوطنية فوزا ساحقا ومدويا. لكن فرحته لم تكمل، لأن في نفس اليوم قام بذلك الحادث لتمر أكثر من نصف سنة، ويستيقظ الآن ولم يتعرف حتى على زملائه وأصدقائه في هذه الرياضة. أكمل مرحلة إعادة التأهيل وعاد إلى منزله بعد كل هذه المدة، وكان والداه سعيدان برجوعه سالما. تأسفت أمه بالخصوص لأنها وضعت لوم الحادث على عاتقها، إلا أن ميناتو لا يملك أي ضغينة تجاهها. بمناسبة هذا قرر أن يعود لممارسة هذه الرياضة، لكن تسرع قليلا. فعند رؤيته للصورة التذكارية يوم فوزه في البطولة، علم أنه بعيد كل البعد كمهارات ولياقة جسدية عن الاحتراف مجددا. تعكر مزاجه وقرر أن يتجول قليلا حول منزله. هناك لفتته صورة لأصدقائه السابقين الذين نسيهم، بل وتفاجأ واندهش أنهم قد فازوا ببطولتهم الأولى في المرحلة الثانوية بعد قراءة هذه المجلة. لكن في الصفحة المقابلة أسير قلبه من جمال الفتاة التي رآها والتي تدعى تشينو، بل كاد أن يتوقف قلبه من فتى اقترب جدا إليه واخترق مساحته الخصوصية. إنه من النوع اللزج والذي يلتصق بالمرء، وأخذ يثرثر حول بحثه عنه بعد أن خرج من المستشفى. إنه يدعى إيتارو، واستمر بمحاولة إرجاع ذاكرة ميناتو، إلا أنه لم يفلح، وسأله مباشرة عن اسم المدرسة، اسم المدرسة الثانوية التي سيرتادها. أوبا، هنا أدرك ميناتو أن عليه إكمال دراسته، فهو متأخر سنة عن رفاقه. عاد للمنزل وبدأ يطلع المواد الدراسية المطلوبة لامتحان الدخول. جلس على طاولة الطعام مع أهله وأخبره أنه تخلى عن رياضة كرة الماء ليقوم بدعمه بملامح كاذبة، إلا أن ميناتو أدرك أن والداه مستاءان من قراره هذا. أنهى طعامه وصعد لغرفته، وما هي سوى بضع ساعات حتى سمع صراخا من غرفة أخته، لأنها ما زالت تحلم بتلك الكوابيس وتحديدا يوم الحادث. وهنا أدرك ميناتو أنه عالق بعقله عندما كان في الصف السادس، ولكن عائلته عالقة أيضا في يوم الحادث وعليه تغيير شيء. وضع جدولا صارما والتزم به بين إعادة تأهيل وتحضير امتحانات دخول الثانوية، وبالفعل التحق بالمدرسة، لكنها ليست نفس المدرسة التابعة للمدرسة المتوسطة، إنما التي بجانبها. لكن هذا لا بأس، لأنه لن يلعب كرة الماء أيا يكن. هناك شيء إضافي، أن ذلك اللزج إيتارو لحق به إلى هذه المدرسة، وعلى ما يبدو أنها ستكون 3 سنوات طويلة عليه. استطاع الهرب منه وتوجه إلى صفه، لكن هناك الضيوف مستمرة في التوافق، لأن هناك طالب أكبر منهم بسنة يدعى جو. إنه يدعو الطلاب هنا للدخول لنادي كرة الماء، إلا أنه استاء من الطلاب هنا لأنهم يتبعون عواطفهم وليس أنهم يرغبون بالانضمام حقا. ما باليد حيلة، حمل أغراضه وخرج من الصف، لكن هناك لاحظة واستمر بالنظر إلى ميناتو، والمسكين أخذ يختبئ ويحاول إبعاد نظره. كان ذلك في الصف، لأن عند نزوله للأسفل التصق به وعلم أنه ميناتو. لم يعترف بهذه الهوية أبدا، وأخذ يرقد هربا منه. لكن ذلك إيتارو أخبر جو بالحقيقة، وأنه لاعب كرة ماء محترف، لتندلع مطاردة طويلة حول المدرسة. وصل ميناتو إلى المدرسة المجاورة واختبأ خلف إحدى الأشجار لتظهر تلك الفتاة الجميلة التي أسر بجمالها تشينو وتقترب منه. أمسكت بربطة عنقه واقتربت مقبلة خده بدون أي مقدمات. مشاعر ميناتو هي مزيج بين السعادة والخوف، فلماذا اقتربت هكذا وما السبب؟ لتتأكد تشينو أنه فقد للذاكرة حقا، لكن لم تتوقع أنه قد نسي أصلا كيف يلعب كرة الماء. ميناتو في عالم آخر، لأنه ظن أن تشينو تكون حبيبته أو ما شابه، لكن ذلك ليس صحيح، لأن هذه المرة هي المرة الثالثة التي تتحدث معه. ففي المرة الأولى كانت في إحدى المسابح، وفي المرة الثانية عندما اعترف لها بإعجابه، لكنها رفضته ليضع رهانا بينه وبينها حول ما إن فاز في البطولة الوطنية ستقوم تشينو بتقبيله، وإن خسر سيدفع لها مبلغ 100,000 ين. الأمر الجيد أن ميناتو قد فاز ونفذت تشينو وعدها وقبلاته، لكن هذا ليس الموضوع، لأنها مستاءة وجدا مستاءة من ميناتو، لأنه لم يعد لاعب كرة ماء بعد أن كان لاعبا موهوبا جدا. لينتهي هذا المشهد هنا، ويخرج ميناتو في المشهد الآخر وهو يرقد بأقصى ما لديه ليخبر جو بأنه سينضم للنادي. فما هو السبب وما الذي جرى بينهما ولم نراه؟ ادعت تشينو أن هناك إكمالا لصيغة الرهان، فهو حقق القسم الأول، أما القسم الثاني هو يتعلق بأن يصبح أفضل لاعب
لاعب كرة ماء في الثانوية، وأن حصل هذا ستقوم بمواعدته، وأن لم يفعل سيقوم بدفع 200,000 ين. لا يمكنه الخروج الآن من هذا الرهان لأن تشينو قبلته بالفعل، وهذا يعني أنه في نصف الطريق. لكن الكارثة الأكبر عندما ذهب إلى اليوم الدراسي التالي، فكل من في المدرسة علم أن ميناتو بطل للبطولة الوطنية، وهذا ما استغله جو بنشر هذه الملصقات. احتشد الكثير منهم أمام النادي ليقول ميناتو لهم أن ذلك كان من أمجاد الماضي، فحاليا عضلاته أصبحت ضامرة بسبب الحادث ولا يستطيع تذكر كيفية اللعب حتى. بالملخص، لا ترفع سقف توقعاتكم بشأني. وهذه عبارة كانت كفيلة بإبعاد معظمهم وتغيير رأيهم عدا هذان الاثنان، هذا الطويل والضخم والده نيجيري ويدعى يوتاكا، أما الذي في الخلف فهو خجول للغاية وصوته يكاد لا يسمع ويدعى يوشي. دخلوا إلى ما يسميه جو غرفة النادي، وكانت عبارة عن مسبح مغطى بغطاء أزرق سميك، وهذا كان بغرض إبقائه دافئا طوال السنة، وقد بنى كوخا خشبيا وحماما أيضا، وهذا أكثر من رائع لأن جو قد أعاد أحياء النادي بعد 10 سنوات من موته. حقق تقريبا هدفه بضم 7 أعضاء، لكن هناك ينقصهم بعد لاعبين. ليدخل من الخارج لاعب كان يتنصت إليهم ويعرف بنفسه على أنه تاكي. طلب من جو أن يكون الحارس، لكن هذا ليس بهذه البساطة لأن جو هو نفسه حارس أيضا، وقد تدرب طوال هذه المدة على هذا المركز. لحل هذه المشكلة الآن وفض هذا النزاع، سيقومان بإجراء رميات على المرمى، وكل منهم لديه دوره في الصد، ومن يخسر لن يأخذ هذا المركز. وقع الاختيار على ميناتو للقيام بهذه الرميات مع المخاطرة ألا يستطيع أصلا أن يرمي الكرة، سيقوم بهذه المهمة. لكن استغرب إيتارو من أن بنيته العضلية اختفت تماما على عكس تاكي الذي يمتلك جسدا رياضيا، وهذا طبيعي لأنه لاعب كرة قاعدة سابق. استجمع شجاعته وقفز إلى المسبح الذي كان يتجمد، أمسك الكرة، وعلى ما يبدو أن جسده تذكر هذه الرياضة، لكن هذا كان مجرد حماس وكانت كرمية الأطفال. لحل هذه المشكلة قام ميناتو بالرمي بكلتا يديه، تمكن جو من صدها بكل بساطة، ليحين الدور على تاكي ويفشل في التصدي لهذه الكرة ويحسم هذا المركز لصالح جو. لكن بالنسبة لتاكي هذا يعني أنه سيغادر هذا النادي، ولا يوجد مكان له. لكن لماذا قرر هذا القرار وحده؟ أخطأ التقدير بنفسه ولم يكن ماهرا في هذه الرياضة، لأنه قد انضم بدوافع خفية بظني أنه سيكون نجما في رياضة بسيطة ككرة الماء، لكنها ليست بتلك البساطة أبدا. ألقوا عليه محاضرة تحفيزية وسألوه عما سيخسره إن انضم لهذا النادي، فربما سيبرع بها ويحترفها مع الوقت. لحسن الحظ أن تاكي اقتنع بهذه المحاضرة الرخيصة وسيبقى معهم في النادي. لكن تبقى مشكلة أن هناك عضو ناقص ليخبرهم تاكي أنه يضع نصب أعينه على شخص مشهور، إنه محترف ومحترف جدا في رياضة العدو للـ100 متر، إنه يدعى آمي، وتم اختيار ميناتو ليكون من يحاول ضمه لهذا النادي، لكنه رفض بدون أي مقدمات وأخبره أن ليس لديه أي دافع ليعاود ممارسة رياضة السباحة. انتقل الشباب لتنفيذ الخطة التالية، وهي محاولة إقناعه بطريقة غير مباشرة في كل مكان يذهب إليه، لكن انتهى الأمر وسئم من هذه التمثيليات. طلب من ميناتو ومن معه أن يكتفوا عن محاولة مضايقته، لكن جو لن يتخلى عن تحقيق حلمه الذي أصبح على الأبواب بكل بساطة. استمر جو بالعناد حتى تدخل يوتاكا وأخبره بدوافعه، فلطالما كان الأطول بين زملائه، وهذا ما أدى إلى رفع آمالهم فيه لأنه سيبرع بأي رياضة بحسب ظنهم، لكن هذا ليس صحيح وشكل عبئا عليه. لكن عندما رأى وسمع ما قاله ميناتو في البداية عن أنه فاقد لذاكرته وألا يعلق آمالهم عليه، أدرك أنه جدير بأن يكون زميله ويتعلم منه. لكن هذا الخطاب الجياش لم يكن له تأثير قوي، لكن غير آمي رأيه وقرر أن ينهي هذه المهزلة بمنافسة بينه وبين هؤلاء الستة. سيكون سباق 150 مترا، سيسبح هو بمفرده، لكن يمكنهم السباحة بتتابع 6 أشخاص لكل شخص 25 مترا. ميناتو اقترح تسوية لأنه سريع جدا وهم مبتدئين، لذا قرر أن يعطيهم 20 ثانية للبدء قبلهم. مباشرة توجه الشباب لقياس سرعتهم ولوضع خطة لتحسينها، لكن هذا ذهب هباء منثورا لأنهم متأخرين بـ12 ثانية. ليقترح إيتارو أن كل شخص منهم عليه كسب 2 ثانية وسيتمكنون بالفوز بطريقة ما. مرت الأيام تتناقص حتى الموعد، وكل منهم يتدرب ويحاول كسر أرقامه القياسية إلى أن وصل موعد المباراة. غطس الشباب وما هي إلا 20 ثانية حتى لاحقهم وبدأت تشتعل وتلتهب تحت الماء. ليحين دور ميناتو كشخص أخير، استطاع إرجاع القليل من
من مستواه وغطس بطريقة سريعة جدا، لكن هذا لن يغير أن آمي قد فاز عليه بمقدار ربع ثانية لا أكثر، وهذا يعني أن الأمر قد انتهى ولن ينضم لهم. عند سؤاله عن الدافع الذي كان لديه لرياضة السباحة، تبين أن أخاه الأكبر وهو نفسه من كان يحاول منافسته والفوز عليه، إلا أن هذا كان من وحي الخيال وقبل بمصيره وترك هذه الرياضة. انتهى الحديث هنا وغادر، لكن أتى من الخلف أصدقاء أمينة وزملائه من الإعدادية. المؤسف أنه لم يستطع تذكر أي شيء ليقوم صديقه بتشجيعه وأنه سينتظره حتى يغدو ذلك اللاعب الذي كان عليه. أجابه أمينة أنه سعيد بهذا لكنه لن يستطيع لأن ينقصهم لاعبا سابع ليأتي من الخلف ويرجع آمي. لقد غير رأيه وسيلعب معهم الآن، والسبب في هذا كان تحدي أخاه مومو لأمينة. أجل، فهذا الذي كان يتكلم معه منذ قليل هو أخاه الأكبر الذي اعتبره غريما طوال حياته. اليوم سيتدربون على أهم المهارات، وذلك بحمل وزن إضافي ومحاولة العوم به لأطول فترة ممكنة لينتهي يوم حافل ومتعب وشاق بالنسبة لهم. اليوم الثاني كان التدريب على أتقان تبادل الكرة والتمرير فيما بينهم. القائد المختل جو قرر أن يقيم مباراة تدريبية في السبت المقبل بمناسبة هذه التدريبات لأنه يود تجربة نتائجها. حل الموعد وتم توزيع ووضع التشكيلة، ولرفع المعنويات جلب يوتاكا معه حلوى منزلية الصنع من والده، لكن سرعان ما تعكرت الأجواء لأن منافسيهم دخلوا إليهم وسخروا من تناولهم للحلوى قبل بداية المباراة، وأخذت الأجواء تشحن فيما بينهم في الغرفة. لكن سرعان ما قلب آمي الطاولة عليهم لأنه يعرف أصلهم وفصلهم ومن هم سوى حفنة من المتبجحين، بل وأنهم الأضعف في هذه المحافظة. لكن حدث تغيير غريب في الأحداث لأنهم لن يلعبوا لأن أصدقائهم مصيبوا بالزكام من الماء البارد، ومن سيحل مكانهم هم نادي كرة الماء للمدرسة المتوسطة. للتبسيط سيلعبون أمام أولاد. على ما يبدو أنه سيكون فوزا سهلا، وهناك فوق تشينو تشاهد وتراقب. لكن على ما يبدو أني لم أشرح لكم كيفية سير هذه الرياضة. ببساطة إنها كرياضة كرة القدم، والهدف الأساسي هو إحراز الأهداف. أطلقت الصفارة وأطلقت معها الكرة من المنتصف، وأخذ فريقنا يبني الهجمة بتمريرة وراء أخرى، وما على مينة إلا إنهاء هذا، لكنه لم يستطع رفع نفسه وإمساك الكرة وغطس للأسفل. كانت غلطة موجعة لأن هذا الطفل قد سدد هدفا افتتاحيا. أوبا، يبدو أننا على أعتاب مباراة غير متوقعة، بل على العكس فهؤلاء الأطفال المشاغبين استخدموا كل الحيل الممكنة لإعاقة الشباب. كما يقولون تم مسح المسبح بهم بفارق نتيجة 18-0. هذا الأداء السيء والمثير للشفقة أدى إلى اندلاع نزاع داخلي بين الشباب، لأن آمي كان يلعب بشكل أناني ومينة بالكاد يستطيع السباحة، لتنتهي بشكل ملتوي لأن إيتارو قد غادر للتفكير ما إن كان سيبقى في هذا النادي. أعاد مينة للمنزل للتفكير بما جرى اليوم، لكن غلبه النوم من شدة التعب، وما كانت سوى ساعة قليلة حتى أتى إيتارو ليصطحبه للتحدث على انفراد. لقد اعترف إيتارو أنه لم يعرف قط ولم يكن صديقه حتى، فقبل أن يفقد ذكرياته كان محض زميل أصغر منه بسنة يتطلع للوصول والارتقاء لمستواه. لكن هذا انقلب تماما عندما علم من أصدقائه أن مينة قد فقد ذكرياته وعاد لطالب في الصف السادس ليراها كفرصة ذهبية لا تعوض، والتقى به عند المشهد الأول الذي رأيناه. ارتعب مينة من طريقة تفكيره الأنانية وكيف خطط لهذه الخطة كلها. ليكمل إيتارو بكلامه ويخبره أنه بالفعل أناني، اختار أن يكون في نفس الفريق معه من أجل نفسه، فبالرغم من لاعبه لكرة الماء لثلاث سنوات في الإعدادية إلا أنه كان على مقعد الاحتياط طوال الوقت ولم يحظى أبدا باللعب كأساسي. لذا بعد أن وصل للثانوية وانضم إلى فريق أحد أعضائه مينة، فبالتأكيد سيتغير هذا ويكون فريقا لا يقهر. لكن انصدم عندما رأى الموهبة والألماسة التي لا طالما كانت تلمع قد عادت إلى الحضيض وأصبحت مثيرة للشفقة، ليقرر أن يترك هذا الفريق بعد تلك الإهانة الشنيعة من طلاب الإعدادية. سمع مينة هذا الكلام ولن يسكت أبدا، وتوجه إلى مدربه السابق في الإعدادية المدرب بازان. سأله عن الذي كان يميزه كلاعب على المستوى الوطني عن زملائه، ليخبره أنه سيجد الإجابة في التسجيلات التي كان يسجلها طوال الوقت. بالفعل توجه إلى المنزل ووجد تلك الأقراص وبدأ يشاهد. في اليوم التالي قرر التحدث إلى إيتارو وإخباره بالذي جرى مع المدرب بازان. موهبة مينة الحقيقية هي مدى مثابرته الغير منطقية لحد الجنون. مينة كان يسجل تدريباته المنزلية لمدة ساعة يوميا وعلى طول السنوات دون أي انقطاع، بل وقرأ كل الكتب والقوانين ووضع الاستراتيجيات وطرق لعب جديدة، وكل هذا كان في سبيل أن يصبح رقم واحد في اليوم.
اليابان. هذا الكلام كان كفيلا بأن يقنع إيتارو أنه لم يكن موهوبا قط، بل كان ذلك الاحتراف هو محض نتائج بتدريباته القاسية والشاقة، وهذا يعني أنه يستطيع أيضا استعادة المستوى الذي كان به بوضع نفس الجهد المبذول ليكون بصيص أمل لإيتارو ويعود للعب في فارق كرة الماء. مر شهر على هذه الأحداث ليقرروا أخذ معسكر تدريبي للتحسين من مستواهم أكثر، وفي كل معسكر بالتأكيد هناك منامة جماعية، مما يعني أن هناك اعترافات وما إلى ذلك، ليعترف آمي بأنه هو وأخاه ليس من نفس العائلة ونفس الوالدين. أما بالنسبة لميناتو فهو خائف من موضوع عودة ذاكرته، فهو يرى في المسلسلات وغيرها أن الذاكرة عندما تعود يفقد الذكريات الحالية وينسى كل الصداقات، لكن الطبيب أخبره أن ذلك ليس صحيح، بل سيتذكر الماضي والحاضر عندما يعود. طلع صباح آخر، وكان تدريبا عبارة عن روتين ثابت من تمرينات صباحية بالسباحة والتمرين على القفز والتمارين أيضا على التسديد، لكن هذا توقف عندما تعرض يوشي لكرة أفقدته وعيه لبضع دقائق، وليس الأمر بخطير. سبب قلة تركيزه هو استيقاظه باكرا وذهابه للجري بدون علم أحد، وهذا كان بسبب تخلفه باللياقة البدنية حسب قوله. إنه يعتقد أنه يشكل عبئا على رفاقه، وهذا ما جعله يشعر بالوحدة. لقد فقد بين رفاقه، وعند البحث قليلا وجدوا رسالة منه مكتوبة على أحد الألواح: آسف يا رفاق. وعلى ما يبدو أنه استسلم وغادر هذا الفريق. بدأوا يبحثون عنه لعله قريب. وجده ميناتو ورآه يعلق مشنقة في أحد الغرف، لكن هذا كان سوء فهم، وسوء فهم كبير، لأنه كان يلتقط ويصلح شريطا في السقف. اجتمعوا به وقرر أن يدلي لهم باعتراف. أخبرهم أنه لم ينضم إلى نادي كرة الماء لأنه أراد ذلك، إنما انضم عندما اقترب منه أحد زملائه في الصف واقترح عليه هذا، لكن هذا اختلف الآن وعلم أن الأمر ليس بسيء، بل وكون صداقات جديدة، لكن بالتأكيد لن يتغير أن مستوى مهاراته ضعيف نسبيا عن رفاقه. عادوا للتدريبات ووجد ميناتو ثغرة يستطيع تحسين مستوى يوشي بها. عندما يرمي الكرة عليه الصراخ، وبالفعل اختلفت سرعتها وقوتها. انتهى المعسكر سريعا، وسيختبرون مستواهم في البطولة القادمة للمحافظات بعد أسابيع قليلة، لكن قبل ذلك يحتاجون لأزياء. وبالفعل عثر القائد جو على مكان يبيع أزياء موحدة بتخفيض لمدة محدودة. سبب اقتراحه هو توحيد الفريق بتوحيد الزي، ويحق لكل واحد منهم اختيار العبارة التي سيضعونها على صدرهم. لكن المشكلة أن آمي لا يود ولا يحتاج لزي بحسب قوله، وهذا ما شكل غيمدا غير مفهومة وراء هذا القرار. سأله ميناتو في وقت لاحق، وعلم أنه متمسك بالزي الذي أعطاه له أخيه. ملخص قوله أن هذا الزي يمثل المنافسة التي كانت بينه وبينه، لكن أخاه الأكبر لم يعتبره منافسا بالأصل، بل كان ميناتو السابق بدلا منه. بعد عدة ساعات اجتمع الرفاق للتحدث حول الكلمة التي ستكون مطبوعة على ظهورهم. تم طرح عدة اقتراحات، لكن القائد اقترح كلمة التغيير، لأن قبل سنة من الآن عثر على هذا النادي وكان في حالة يرثى لها. دخل إليه وعثر على ألبوم صور، وكان في إحدى الصور واحدة لوالده، لأنه كان كابتن لفريق كرة الماء، وهذا ما كان حافزه بالأصل لتكوين وإعادة إحياء هذا النادي. تذكر عندما كان صغيرا كيف كان يتحدث معه بشأن هذه اللعبة، لكن عندما توفت والدته انشغل والده بالعمل ولم يعودا يتحدثان كما السابق، إلى أن وصلوا إلى مرحلة لا يتحدثان فيها أصلا. استطاع جو إيصال مشاعره إلى زملائه هنا، وبشكل غريب استطاع أيضا تغيير رأي آمي بالنسبة لزيه، وسيغيره أيضا. من سيتولى أمر رسم الشعار هو يوشي، لأنه كان في ناد للتخطيط، وسيسلم الأوراق لجو فيما بعد. لكن لا أدرك جو أن الوقت قد تأخر، عليه التسليم الآن، وخرج مسرعا للحاق قبل انتهاء الخصم. بعد يومين وصلت الأزياء، وكان هناك مشكلة صغيرة جدا، هي أن العبارة كانت كلمة غريب بدلا عن كلمة تغيير، لكن المهم أن الأزياء موحدة. عاد ميناتو للمنزل وكله سعادة بما يجري معه، إلا أن هذه السعادة أصبحت تعاسة، لأنه فتح إحدى الأقراص المضغوطة كما العادة ووجد كارثة. ميناتو السابق قبل أن يفقد ذاكرته كان شخصا مغرورا متغطرسا متعجرفا يصرخ في وجه زملائه بدون أي مراعاة لشعورهم. جراء مشاهدة المقطع استطاع تذكر هذه الأحداث جيدا. اتصل وقابل تشينو للتحدث معها وإخبارها بأن ذكرياته قد عادت جزئيا. سألها إن كانت تعرف كيف كانت شخصيته السابقة، إجابتها بأن شخصيته بالفعل كانت متعجرفة وتضايق الجميع. ذكرته تحديدا بشخص كانت معجبة به من الصغر ويدعى هيرو، هو من علم هذه اللعبة وكان يلعب دائما بوجه مبتسم، إلا أن الابتسام اختفت عندما انضم ميناتو لنفس فريقه في الإعدادية. ورغم كون
لكونه أصغر منه بسنة، لم يحترمه بل وكان يوبخه مثل الآخرين. وضع ضغطا كبيرا عليه واعتزل هذه الرياضة وانتقل إلى مكان آخر. هذا تحديدا كان سببا مباشرا لتشينو لتكون له كرها وحقدا كبيرين، لكن هذا زاد أكثر فأكثر عندما قابلته ونفذت الوعد الذي كان بينهما. وسبب تعاظم حقدها هو أنه فقد للذاكرة وقرر عدم لعب هذه الرياضة بعد أن تسبب باعتزال هيرو، لكن هنا تخبره أنها كذبت عليه بشأن النصف الثاني من الوعد، وهو إن غدا الأمهر في اليابان في المدرسة الثانوية ستقوم بمواعدته. كان ذلك أشبه بالانتقام للتأكد من أنه لن يعتزل. أنهت حديثها وغادرت، وهنا أتت ذكريات قديمة له وتذكر هذا الماضي. تذكره وتذكر هيرو وكيف كان يتعامل معه بوقاحة. اتصل بأخته وأخبرها أن ذكرياته عادت وتذكر ذكرياته الماضي ولم تمح الحاضرة، لكن في طريق عودته شعر بالدوار وسقط على رأسه مخشيا وفقد لساعات عديدة إلى أن تم نقله للمستشفى والاتصال بأهله. هذا السقوط تسبب بفتح الجرح الذي كان في دماغه، ولا فكرة للأطباء عما سيحدث عند استيقاظه. لكن بعد أن سألت الطبيبة أهله عما جرى بالضبط قبل أن يسقط، وضعت فرضية أنه سيتذكر ذكرياته الماضية لكن سينسى هذه السنة التي عاشها بدون ذاكرة. دخلت العائلة إليه لترى وضعه، وبالفعل صدقت هذه الفرضية. عاد إليهم بشخصيته الفظيعة تلك، بل وعندما علم بما جرى صرخ بوجه أمه ولامها على ما فعلته وتسببت بذلك الحادث. مر يومان على هذا وحبس نفسه في الغرفة وبدأ يتساءل، ما هذا الزي الغريب ومن هم الشباب في هذه الصورة؟ شعر رفاقه بأن هناك شيء غريب وأتوا لزيارته، لكن عندما دخل والده للغرفة ليناديه لم يجد أحدا. ليتبين أنه قطع شوطا طويل وتوجه إلى المدرب بيزن، طلب منه أن ينضم لفريق الثانوية التي يدربها، لكن قال له أن ذلك مستحيل ولن يستطيع إدخاله ببساطة. أخذ بيده وأخبره أنهم يأخذون تمارين إضافية بنسبة الضعف وليست بتمارين عادية، وإن حدث وانضم إليهم فهو متخلف بسنة كاملة عن زملائه. ومن قام بأخذ مركزه هو شقيق آمي المدعو مومو، ليقابل هناك زملائه في النادي ويخبروه عن ماذا سيفعل في موعد البطولة الشهر القادم. لم يتذكرهم ولهذا لا يملك سببا للعب معهم، لكنه لاحظ تواجد إيتارو، علم أنه أصغر منه بسنة وطلب أن يخبرهم أنهم ليسوا بمستواه حتى. أصدقاه لا يعلمون إن كانوا سيغضبون منه أم يستاءون لحاله. ليتركهم ميناتو ويعود إلى غرفته ويبدأ بتحطيم الصور وبعثرة الأغراض في الأرجاء. استمر إيتارو بإزعاجه بإرسال الرسائل بكمية كبيرة، لكن هذا لم يفلح، لذا قرر إخافته وأن يقول له أنه سيؤذي نفسه إن لم يقابله. وبالفعل رغم كون ميناتو هذا متغطرس إلا أن قلبه حنون. وصل إلى المكان ووجده يبكي. أخذ يخبره أن لاعبا ماهرا مثله ليس عليه توقف عن اللعب وعليه اللعب معهم. رد عليه ميناتو وأخبره أن هذا صحيح، فلهذا السبب لا يمكنه اللعب معهم. أنهى كلامه وغادر ليلتقي بزميله السابق مومو. أخبره وقال له بوقاحة أنه قد اعتلى عرشه عندما كان غائبا عن الفريق بعد أن كان لاعبا يمرر له. رد عليه مومو بأنه قد تغير وأصبح أنانيا كما حصل له تماما، لكن بالرغم من سيره على نفس الطريق إلا أن المدرب لم يعترف به ولم يتوقف عن مقارنته بميناتو. تحداه مومو وقرر أن يسحقه ليثبت أنه الأفضل، لكن فاجأه ميناتو برده وأخبره أنه لم يعد ينوي اللعب، وهذا ببساطة لأنه في مدرسة لا تملك فريقا أصلا والفريق الذي معه كان مجرد هواة. عاد للمنزل واستلقى على سريره، لكن لاحظ وجود ظرف على الحائط وكان داخله ورقة تفقد صندوق الأحذية. إنه مقطع مسجل لنفسه التي عاشت هذه السنة السابقة. عرفه بالوضع وأخبره أن زملائه في الفريق يكبون جهدهم وهم جادون في احتراف هذه الرياضة. بدأ يشاهد ويتعرف على كل منهم. قرر أن يسمع الكلام، وفي اليوم التالي كان ينتظرهم على الدرج أمام النادي وطلب منهم أن يرى مستواهم للتقييم لا أكثر. استعرضوا القليل أمامه ومباشرة قال ليوشي ويوتاكا أن مستواهما فظيع وعليهم تحسينه، أما الآخرون فمستواهم متواضع. لكن كفاه تبجح لأن من حقهم أن يروا مستواه أيضا، وهو سيلعب ضد تاكي. نزل للمسبح بكل تعجرف، وعندما حاول رمي الكرة لم يستطع وكانت رمية هزيلة للغاية، ليدرك أنه بالفعل بعيد كل البعد عن الاحتراف بلياقته البدنية الحالية. أنهى عمله في النادي وقابل تشينو لاحقا وسألها عن تنفيذ وعدها، إلا أنها أخبرته أنها قد نفذته بالفعل ولم يعد هناك حاجة للتواصل معها. حل يوم آخر وسيكون أول يوم تدريبي مع رفاقه الجدد. بدأ يلقي تعليماته حول أن الكابتن سيتدرب على الحراسة، وهذا الثلاثاء
الثلاثي سيتدرب على السباحة، أما اللاعبان الأضعف سيتدربان على رفع اليد لحد أن تتوقف أجسادهم عن الحراك. رفض تاكي مباشرة هذا الهراء وهذا التصرف، لكن أجابه ميناتو أن بالرغم من فقدان لياقته إلا أن الخبرة والموهبة ما زالت موجودة وعليه الاستماع. ببساطة الخطة ستكون متمحورة عليه، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يعرفها للفوز. وافق القائد بشرط واحد وهو استعادة مهاراته حتى موعد المباراة، فهم سيعتمدون عليه، وإن لم يحصل هذا سيعودون للخطة الأساسية وهي التعاون. بدأت الأيام تمر والتدريبات تطبق بطريقة وحشية على الكل. في أحد الليالي وأثناء عودته للمنزل يلتقي بآمي ويخبره بأنه يعلم بأنه الأخ الأصغر لمومو، وطلب منه أن يرسل رسالة له، لكن كان هذا سريعا لأن مومو تعرض لتمزق بعضلات حول ركبته. لن يستطيع اللعب لأسبوعين كاملين، وهذا يعني أنه مستبعد من اللعب في البطولة القادمة، أجل إنها التي سيكون فيها ميناتو منافسا له. لكن مومو لم يعترف لحد اللحظة بجدارة أخيه ولا يرى سوى ميناتو كغريم له. أمعقول لهذه الدرجة أن ميناتو ماهر؟ موهبة ميناتو لا تصدق، وسرعته في إتقان ما يتعلمه لا إنسانية. فبصفته زميلا له في الفريق كان يشعر بالأمل واليأس، اليأس لأنه لا يستطيع الوصول إلى مستواه، والأمل لأن ميناتو في فريقه. سمع آمي جواب سؤاله وقرر المغادرة، لكن قبل ذلك أخبر أخاه أن ميناتو قد أرسل معه رسالة وهي قررت أن أهزمك. في اليوم التالي انتهى من الدوام الدراسي وتوجه لمسبح النادي. هناك تفاجأ بمنظر خلاب وهي قفزة ميناتو العالية جدا، وكيف أنه طور من مستواه في هذه الفترة الوجيزة فقط. الأيام الأخيرة قد مرت ويوم المباراة قد حل ليغادر ميناتو المنزل، أما جو فقد ترك رسالة لدعوة أبيه عندما يستيقظ. إنهم يستعدون للدخول وهناك التقوا بنفس أولئك الثلاثة التي تحدثنا عنهم في البداية، لكن هذه المرة كانت مرة مختلفة لأن ميناتو تعرف عليهم وتذكرهم إنهم الثلاثة عندما تسبب ببكائهم لتسجيله عليهم 10 أهداف. مدة المباراة هي 32 دقيقة مقسمة على 4 أشواط، كل شوط 8 دقائق. الجميع هنا لمشاهدة كيفية نهاية هذه التحديات. لتبدأ المباراة الأولى بين شبابنا وأولئك المتعجرفين، أطلقت صفارة البداية واندفعوا نحو الكرة. أمسك بها إيتارو وسيمررها إلى ميناتو، لكنهم محاصر ب6 لاعبين من جهة الخصم، وهذا تكتيك جيد، أجل لأنهم يعلمون سلفا أنه السلاح السري للخصم. توتر الشباب وفقدوا تركيزهم ليتم انتزاع الكرة وتسجيل أول الأهداف في شباكهم، بل لحقه هدف بوقت وجيز لأن تواجد ميناتو كمحور أساسي لخطتهم الرئيسية تسبب بهذه الثغرة، فيجب عليهم تدارك الأمر وتغيير الأمر فورا. دخلوا في الشوط الثاني ولا شيء تغير، بل وأن الخصم يستخدم حيلا قذرة وذلك للتمويه، وسجلوا أهدافهما 3 و4. اقترب إيتارو منه وأخبره أن يقفز بكل ما لديه لأنه يمتلك أعلى قفزة في المسبح بلا شك، وسيستغلونها للتمرير نحوه كما توقع وخطط تماما. قفز قفزة ولكأنه دولفين خرج من الماء وبلمسة واحدة أعد توجيه الكرة نحو المرمى، لكنها اصطدمت بالعارضة. حدث هذا الخطأ لأن ميناتو قد استهان برفاقه، لأن الرمية كانت رمية مثالية على غير المتوقع. تبقى الآن شوطين بحسب المباراة. عدل ميناتو الخطة وأخبرهم أن يتعاونوا بدلا من إرسال الكرة إليه بمجرد عودتهم للماء. أثمرت الخطة وسجلوا هدفهم الأول اليوم. وفي جانب آخر استيقظ والد جو ورأى الرسالة وهو الآن متوجه لرؤية المباراة ويلحق بما تبقى منها. عودة إليهم استعادوا زخم المباراة، بل وأنهم استطاعوا معادلتها وأنقذها. تبقى أمامهم 8 دقائق والمهمة الأساسية هي كسر التعادل والفوز. وصل والد جو على عتبة انتهاء المباراة والتي كانت مباراة لصالحهم بعد أن سجل إيتارو هدف الفوز في 2 الأخيرة. انتهت الاستراحة ودقت ساعة الصفر وسيواجهون ثانوية شوغا الأقوى في اليابان. بدأت المباراة وكونهم يواجهون الخصم الأقوى في البلاد عليهم أيضا التلاعب بالخطة وتغييرها بما يتناسب لمحاولة خداعهم وخطف النقاط الأولى. إنهم يحاولون وزخم المباراة مرتفع جدا، ففي كل حين يسبحون الملعب بأكمله ناحية المرمى، وفي حين آخر يرجعون بمرددة للنحو الآخر، لكن لحد اللحظة لا أهداف. لم يرتاحوا لثانية حتى منذ بدء هذا الشوط، وما هي سوى مسألة وقت حتى ينهار أحدهم. انتهى الشوط الأول والنتيجة هي تعادل سلبي، لكن مجرد التعادل أمام ثانوية شوغا ليس عاديا البتة. فمومو مدرك لهذا الأمر ويحاول التوسل للمدرب ليلعب قليلا من الوقت ويواجه ميناتو. اقتنع المدرب بهذا وسيدخل الآن، وبدخوله ستنقلب المباراة رأسا على عقب. فللتذكير
جرائم مومو ليس لاعبا عاديا كمامينتو. مستواه في مرحلة مختلفة تماما، وفور دخوله حقق الهدف الأول لفريقه، كان مجرد افتتاح لتنهار الأهداف متوارية دون أي رحمة. انتهى الشوط الثاني بتسجيلهم 5 أهداف، على ما يبدو أنها بداية فقط لأن المباراة لديها بعد شوطين. ربما لا، فسرعان ما وصلنا للشوط الأخير وطبق قرابة نصف دقيقة بنتيجة 15-0. جراء هذه النتيجة ضاق مينتو ذرعا وعاد لعادته القديمة وبدأ يوبخ ويصرخ في وجه رفاقه. طلب منهم وأمرهم بكل بجاحة أن يمرروا الكرة له وسيحرز الأهداف. اختاروا أن يتجاهلوا كلامه، لكن أثره بالتأكيد حفر داخلهم، لكن لا خيار سوى الاستمرار في اللعب. وبالفعل استطاع جو صد كرتين خطيرتين وأبعادهما عن الشباك لينتشر رفاقه على طول المسبح ويبنوا هجمة بتمريرة متصلة وصولا إلى مينتو. إنه أمام المرمى وما عليه سوى التسديد، إلا أنه اختار أن يخدع الحارس. لقد مرر إلى الناحية الأخرى. أجل، من كان هناك هو يوشي ليكون هو صاحب الهدف الوحيد في هذه المباراة التي لعبت من طرف واحد. رغم خسارتهم تحت مرأى الجميع، إلا أن الجميع كان سعيدا بتسجيلهم لهذا الهدف، لأن فريق الخصم هي ثانوية متوحشة كثانوية شوغا. لكن مينتو عليه توضيح الموقف، فهو كان يمثل ليبعد الشبهات عنه ويكون أكثر حرية للتحرك في الملعب دون أي مراقبة. تبادل المتنافسون التحية وخرجوا من المسبح، وهذه المرة اعترف المدرب بازم بمومو كلاعب جدير. انتهت هذه المباراة وعاد كل منهم لمنزله، وفي السيارة اعتذر مينتو إلى أمه بعد طول خصامه، وكذلك الأمر جو أصلح العلاقة مع والده. فلما أنت لا تقوم بالتغيير قليلا وتضغط زر الإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس وتضغط هذا المقطع الجميل أمامك. شكرا على طيب المتابعة وإلى لقاء قريب.